حبيت فتاتين زيد في القيمة. اكسبريس اف ام. شنو الفرد؟ شنو الموضوع؟ اول فرد يا فرد سامحني سي زوير، راك انت تتكلم علينا راك قول لي. عرف السيد القصاص بحسن اخلاقه وبحماتي ومواقفه الجريره من القضايا الوطنيه منها والعالميه، كما يطمح الى ممارسه السلطه، وذلك خاصه اثر تاسيسه لحزب سياسي جديد على الساحه السياسيه. اما زوجته مريم فهي منشغله بالقضايا الاجتماعيه والثقافيه بجهتها، وقد اشتهرت بافكاره وارائه التعاونيه لتؤسس بذلك جمعيه سلام المحبه التعليم الاولى، بين نوع التنظيمات الذي خرط فيه كل من السيد القصاص وزوجته مريم. اسمع فيه سي زوير، نسمع فيك انا مفجوع توا. اي وبعد ثم الدكان، ثم السيد القصاص وزوجته مريم، نوع التنظيم والاهداف، وبعد بين اوجه تشابه والاختلاف بين تنظيم الحزب وتنظيم الجمعيات اللي عليها خمس نقاط. والتعليم الثاني، يسمع الغريب، زار السيد ميشيل تونس حديثا وهو مواطن فرنسي وصديق للسيد القصاص منذ الدراسه في الخارج، خصوصا بعد ان علم بالاجواء السياسيه المريحه بعد الثوره، وقرر الاستقرار بتونس واستثمار خبرته في المجال السياسي ليؤسس حزب سياسي ينشر فيه مبادئه وافكاره النبيله وتحسين اوضاع التونسيين وظروف عيشهم. حسب رايي كان تؤيد السيد ميشيل تاسيسي لحزب سياسي ينشر فيه مبادئه وهذا تنصحه. هذه عليها 10 نقاط. معناها جاء ولدي بالله قال لي بالله انا شكون القصاص؟ قلت له القصاص في المجلس التاسيسي مد لي ضغط